السلام عليكم خاوتي ازول، صحه فطوركم، صحه رمضانكم. تحيه كل شاب جزائري داخل وخارج الوطن، مرحبا بكم في قناتكم، قناه اورون في ناكديزات، قناه اخبار المنتخب الوطني الجزائري واخبار محترفينا وفتح الفساد الرياضي بكل انواعه، ولسنا تابعين لاي طرف. خاوتي جبنا لكم امر مهم ومهم جدا من اجل ان لا نبين الحقيقة للشعب الجزائري، ولا نريد صدمة أخرى للجماهير الجزائرية. جبنا لكم دليل وتصريحات شهادات من عند حكام الألمانيين، شهادة رسمية وكما يقولوا باينة وضوح. جبنا لكم بالصوت والصورة، تسمعون شهادة الحكام الألمان، ماذا قالوا على الحكم قسامة، ماذا قالوا على الأخطاء التحكيمية، والحكم سيكون لكم درك الحكم. باش احنا هذا التصريح قوي وقوي جدا من عند حكام الفار ومن عند شاحنة الفار اللي يكون في عندكم اليوم الجمعة. كاين مباراة وفاق سطيف ضد الترجي التونسي، وكاين مباراة بين شباب الوزداد والوداد البيضاوي المغربي غدا، والفار جاء من تونس مثل آخر مرة. نفس الشاحنة الذي عملت لمباراة الجزائر والكاميرون، نفس الشاحنة ونفس الطاقم اللوجستيكي للشاحنة، كلهم هم كانوا اليوم نفس الأشخاص. التقى بهم تقني من التلفزيون العمومي وأعطاه ماذا قالوا الحكام الألمانيين. ستسمعون لهذا الفيديو الذي ممكن ند منه ما هي النتيجة التي ينتظرها الشعب في 21 أفريل بإذن الله. نسمعوا خاوتي في هذا اللايف اللي نشكروه، دارها صدفة، دارها بلال بناري معلق التلفزيون العمومي، نفوت معها أيام زينة في كأس إفريقيا بالكاميرون في شهر جونفي. نحييهم هذا المنبر، وإن شاء الله اليوم يكون فيها الخير على وفاق سطيف ويفوز بنتيجة عريضة. والفيديو يتسجل قبل المباراة تاع سطيف. نسمعوا المقطع تاع اللايف اللي تريز امبورطون، وين جاء التقني من التلفزيون العمومي وتكلم مع بيناري وقال له واش قالوا له التقنيين تاع الفار، وماذا قالوا الالمانيين اللي عن قسامه. نتبعوا خاوتي الفيديو ومن بعد نهضروا باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله يلا خويا يركبوا راهم مع الترتيبات. انا راح نركز الفار اللي ما يعرفش الفار الغدار اللي ما يعرفش الفار الغدار هذا هو انت تلف لك هنا اخويا الخيوط هذا. قول هيا يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم. مباشرة من ملعب 5 جويلية الأولمبي، طبعا سأكون سعيدا بالتعليق على إن شاء الله فوز الوفاق يكون مربوح علينا ونكونوا مربوحين عليه. هكذا خوتي، المهم الفارة هنا إن شاء الله ما يكونش غدار اليوم، إن شاء الله يأتينا بالخبر الصار اليوم.
سمعتوا خاوتي واش قال الفار؟ الفار كالتقني اللي في التلفزيون العمومي التقى مع التقنيين الفار اللي لمس الشاحنة اللي كانت في مباراة الجزائر والكاميرون، قال له شاهد الضجة الكبيرة اللي دتوها في مواقع التواصل الاجتماعي، قال له لا شيء، والحكم قسامة ليس هو من تسبب في لقطة، قال له ما كان حتى أخطاء كبيرة. نقطة استفهام خاوتي، دوك اللي ظالمو قالوا كالسيد كان معاهم في الكاميونات تاع الفار اللي دخل من تونس، وقال له الألماني قال له ما كانش أخطاء تاع قسامة، قال له بلال نشكروه، قال له بلي وبصح البيت الأول ساعة تقول له البيت تاع سليماني ني با فالاب فيه لاما، صح بصح قال له اللقطة تاع الهدف الهدف الأول، قال له تاع هذاك بين ماندي والمدافع، قال له نو، قال له الفار ما عيط لقاسامة ما حوس عليه، قال له سي تان ديال، هذا لي زالمون قالوها. سي بور سا رجعت الكلام اللي قاله كولينا في الكونغري، اللي قاله الدبيشي سكريتير الفاف وكالي العضو الفيدرالي، اللي قاله لهم في قطر، قال لهم ما كان والو، قال لهم ما كان حتى مشكل مع الفار، والفار خدم خدمته، والفار وقاسامة خاطئه. بهذه التصريحات شوبوها تبعد على هي بعدت على قسامة، هذا تصريح خطير، هذا تصريح قوي. السيد راه يقول باللي قالوا لي، قال ما كان والو، قال كل شيء كان نورمال، قال انا كنت مع الفار معاهم، هذا تاع تونس اللي جا، باسكو ما يخفاكمش اليوم كان بروبليم تاع الفار، تخرج روطار الجيري الحمد لله تخرجوك في الليل، وبلال بيناري دار لايف باش يبين باللي الفار الحق، ونشك باللي اللايف تاع بيناري يقول باللي الفار راه خاطي خاطي التلفزيون العمومي، كل واحد عنده خدمته، ولكن راه يقول بلي الالمانيين ما عيطوش القسامه في البيت الاول. احنا طبعا بلي قسامه دوك حنا رانا شاكين بقسامه، رانا شاكين شكوى بلا فائده لها، واش معناها؟ دوك انا نتمنى حنا يكون الخير، حنا قلنا لكم بلي ما كان والو، ولكن الشعب اثر علينا وراه يقول لك فيها فيها فيها، نخلوك على هواك، خلوك تحلم الحلم مليح، يجوز لكم الحلم. انا على بالي بلي ما كان والو، خشوا في الخشب، ولكن من وصل قال لك بلي في البيت الاول ما عيطولهش، والبيت تاع سليماني قال لك كاين لاما، احنا بلي تاع بلي قسما ما غادي يصرى له والو يوم الخميس، وغادي يخرج بريء ويدي كاس العالم نورمال. امن ولا تامن امن يا عزيزي المناشط، واي حبيبي ها واش قال لك؟ قال لك كش درتو في لي ريزو سوسيو؟ هذا التقني تاع التلفزيون يتلاقى مع تاع الفالي. وخاوتي انا ما نقول لكم والو، راهم عندكم احبابكم، عند من مدى بينا الفار غادي يقعد يومين ولا 3 ايام في الجي، بس هو غادي يخدم الصيف اليوم، وغادي يخدم السي ار بي الوداد البيضاوي، غادي يخدم خدمته ويخدم الخدمه تاعو، والناس راح تستبصر ويشوفوهم وين كان اللوتيل اللي راهم عايشين اللي راهم راكدين فيه، وهضروا معاهم ويوضحوكم وضوح الشمس. ربي جاب لنا هذا الفاليوم نفسه اللي كان، نفسه اللي كان، غير هو خذ رجع اليوم ومد الحقيقه. انا دروك راني نبين لكم شي، يعني مانيش فرحان بهذا الشهاده، ولكن باش الناس تبرد شويه وتنحي وتعيش حياتها وتصوم رمضان تاعها وتشوف حياتها الشخصيه، ويروحوا له بالموضوع يجيب دروع مع هذا البوله مع هذا الفار، ويقولوا باللي كاي ما كان والو الخميس، كاين الريح في الشباك كما قلنا لكم، يعني الناس راهي تدي تخيلات، نخافوا تكون حاجه ضد الجزائر، نتمنى ما تكونش حاجه. لهذا الفار يبرئ قسامه تبرئه 100%. انا بروحي تشوكيت يا القهوه، اسمع بالله تشوكيت الي روتور. فوالا خاوتي، جبنا لكم هذا الفيديو، اخطفته من الصفحه تاع بيناري. نشكر الصديق تاعي صحافي محنك، بعثها لي قال لي ولي شوف الدقيقه الفلانيه. الفيديو دوك تلقوه عند بيناري في الصفحه تاعها الرسميه، والفيديو التصريح يبدا ابارتي دو 4 مينوت 50 هكا يبدا التصريح هذا، وتسمعوا بودنكم اللي فيديو اوريجينال في اللايف. تحيه لكم خاوتي، ونتمنوا الخير، ونتمنوا نتقدموا ونضدوا الدرس ونخدموا ونروحوا نجبدوا الاسباب الاقصاء، ونروحوا اللوجيك ونديروا اتحاديه قويه، واتحاديه ماشي معينه او مزكاه من عند ناخب وطني او اخر، لازم نكون واقعيين. ما تتبعوش هادو تاع تبرديع، ما تبردوش هادو تاع البزنسيه اللي يقول لك روح الطاسر روح دغيا يكذبوا، يعيشكم امل، امل ما عنده تامل، درو كاين شهاده تاع الفا كاين امور سي بون.
دونك قاسما اي اربيتري حيلي وعاونهم في شي صوالح، هذيك تبقى نقطة استفهام، والتاريخ هو اللي يبين كل شيء. تحية لكم خوتي، وانتو تيفي لاجيري، صحة رمضانكم، صحة سحوركم.